وهيك الغدا صار جاهز، بقدر أروح للصبحية قبل ما يرجع أبو رعد والأولاد. وين يا مسهل؟ صباح الخير مرت عمي، صدقي عندي هيك مشوار صغير وراجعة، البيت مرتب والطبيخ جاهز وإن شاء الله إني ما بتأخر. بقطع إيدي من هون إذا ما كانت رايحة تمجق حكي مع صحباتها. طيب طيب تبارك عندي يا بنت عفاف. ابصر شو ناسية المخروشة، خليها واقفة على الباب، صدق ماني فاتحت لها. خليكي أم رعد معها مفتاح مانو اللي على الباب. هيني جاي هيني جاي. مرحبا خالتو. عدم المؤاخذة، انت جاي عنا ولا على الطابق اللي فوقينا؟ لا 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 عندكم خالتو، مش هذا بيت ابو رعد؟ انا جاي عشان ابو رعد. وصلتي يا حبيبتي تفضلي. جنني جنني يا ام رعد، بده يضل جنبي على طول. قلت له مش معقول، لازم تروح على شغلك بكفي. ولا عليكي مميصك، نعطبت المرة من يوم ما عملت عملية التجميل. طيب أنا بفرجيكي. يعني أنت جاي تسألي أكم سؤال؟ خالتو جاي عشان. طيب استني شوي، ما تتحركي من محلك. ها دقيقة واحدة. ألو الحقي يا أبو رعد، في واحدة قاعدة عندنا مش فاهمة عليها ولا كلمة، أم رعد مش بالبيت، ما قالت وين رايحة. هسه خذ مغادرة وتعالي بسرعة. كتب كتابك اليوم على يدي يا حبيبي. شو أم رعد طمنيني، شو طلع معك بالفنجان؟ شوفي يا حبيبتي في فنجانك صبية حلوة كثير. هدي أنا هدي أنا يا أم رعد. لا يا حبيبتي مش أنتي. وإنتي شو عرفك إنه مش أنا؟ قصدي هاي شكلها عدم المؤاخذة أضعف شوي كثير، قلت لك رجال ما عليهم أمان إلا زوجي حبيبي تاج راسي أبو ولادي. يعني شو بقول؟ أنا جاهز، شو ما بدك اسألي أنا جاهز. أول سؤال أبو رعد. يا عيون أبو رعد. اثقل يا ولد من أول هيام. تفضلي قولي. في إلها غرفة نوم خاصة فيها؟ هي غرفة نوم واحدة بس، قصدي يعني من ناحية غرف النوم ما تقلقي. أي نعم الوالدة موجودة بس الغرف كثيرة. كثير كثير منيح. طيب أبو رعد الطبيخ، يعني انتم من النوع اللي كل يوم لازم طبيخ؟ خوف الله هالبنت راح تطلع عن يطم من ام رعد. طبعا لا، يعني اذا جاي عبالها تطبخ بتطبخ، واذا لا ما في مشكلة، هاي التواصي موجود على قدم وساق. واو فظيع. يما قولك بنجح. قول ان شاء الله يا حبيبي، قول ان شاء الله. مش كايني اعرف مين هاي اللي ما بتستحي على حالها يا ام رعد. ما تسمي بدنك يا حبيبتي، مصيره ينكشف على حقيقته وتعرفيها. أم رعد أم رعد عرفتها، قلت لك هادي أنا بس بعد عملية شفط الدهن. عملية شفط شو؟ أبو رعد. ما بدي أطول عليك أكتر أبو رعد. يلا يما فتحها قبل ما تجيك أم رعد. يلا يما جايها جايها بالحكي، أصبري دخيل الله أصبري. آخر سؤال أبو رعد، أكم مرة بتاخد أوف وبتطلع برا البيت؟ أوف؟ قصدك إجازة؟ هيا يا أختي من الصبح رايحة عند صحباتها تعمل صبحية. ابني مدللها يا أختي مدللها. رهيب كمان بتعمل صبحية؟ مش عارفة شو بدي أقول لك أبو رعد. ما تقولي أنا بفهم بدون ما تقولي. طيب بقدر أشوفها قبل ما أعطيكم النتيجة؟ يما شكلها بلشت تغار يا أختي. ما احنا قلنا لك أم رعد طالعة تعمل صبحية. أم رعد؟ مين أم رعد؟ مش فاهمة، أنا بدي أشوف البنت عشان أخذ معلومات عنها عشان التقرير. بنت؟ بنت مين؟ عن شو بتحكي؟ الخدامة تبعتكم عمو. عم الدبب شو عمو هذي؟ الله لا يوفقك، بس إحنا سفرناها قبل 3 سنين. طيب ماشي يا برعد، بتخربش بيني وبين الشغالة على آخر هالزمن. ومش بس هيك كمان عجبتك؟ صدقيني يا أم رعد ما حدا بيعبي عيني غيرك. أنا الحق علي اللي قاعد يدلك بهالدار. يا أم رعد أم رعد طولي بالك، الله يسعدك، وين رايحة؟ طولي بالك.